لك كيفاش راهي العجوز؟ في حالة خطيرة يا صالح. الطبيب دبر علينا نخرجوها من السبيطار باش تكون في دارك لحق الأجل. هيا نوضي 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 خليها تريح نوضي نوضي خليني مريم انا من ما نزغدش وانت لك واش ما عندكش غروح تلهي بيه يما يما الا كاش ما يدك قادره عليه تفضلي احنا ماذا بينا ديري معجزه وتردي لها الروح نوضي لها الروح وعلاش خرجت منها يما يما بعد الشر عليك يا يما يموت العديان إن شاء الله ما زالت البركة ما زلت تعيشي معنا عوام طويلة يا إما إما ما نحبش نشوفك في هذه الحالة يا إما عندك الحق كاين شغل راه يستنى فيا نروح نلتها به خير أنا في هذا الدار موالفة بالشغل وما عنديش الوقت للتكعرير إما إما أنا بنتك العزيزة إما يما ان شاء الله تبرها يما مريم الوقت ما راهش الدواز بيناتنا وعلاش انا راني ناكل في حلم الناس تفهمنا انا وياك نسحفوا كل واحد باش العجوز تجوز ساعتها الاخيره في الراحه ما نداوس ما والو غير ما تخافش انا اللي يجنني كي نشوف تكعرير ديال سليمه اللي تحب يمها غير اليوم اللي تحس بها عوام كامل ما تفكرتهاش واليوم زعما غادها حال يمها اي بركاينه ودروك هاد الغاشي اللي عمر الدار يلزمنا نتاو به شفت وين راه الصح في عوض اللي تشمر على درعتيها وتقوم بلازمتها هي غير لحقت بدات تكعرر علينا وراهي عند راس ديك المغبونه تزيد لها في وجع راسها صحه صحه بركاينه من هاد الكلام ما فيه فايده انا ماذا بيا تقولي لي واش يلزم للدار باش نروح نقضي واش يكفي اللي جبتو ما يكفيش اللي لازم قولي وربي يعمل تاويل انا نقول لك الصح يا خويا يوسف الا راهي في عشات ليله معليش ولا يباتوا ولا غير يقعدوا لي هنا يعلفوا انا هذه ما قنيش قادر عليها ما عنديش الصحه وانا همي يكفيني الطبيب قال باللي حالها ما فيهش امل وهي كان دائما توصي باش تجمع ولادها وبناتها في لحظتها الاخيره اتهلا يا اختي مريم اتهلا قومي بواجبك وربي يعمل تاويل واش العجوز راك تحسي روحك مليح ريح الدنيا يما كتشوف فيا يما 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 رانا كامل هنا معاك يما يما انا بقربك يما راك تسمعي فيا انا سليمة يما عقلتيني يما كيفاش تحسي في حكرك شويه
يوسف وصالح وليد وليد اللي جاو من فرنسا باش يطلعوا عليك يما. يما يما واش العجوز ما زالت البركة، ربي يطول لك العمر. عدلال يما المسكينة فكرت خويا علا الله يرحمه. يما ما يكون غير الخير، تبراي ان شاء الله تبراي ان شاء الله. يما علال اتكلم، قل لهم أوليدي علان. يوسف وش بيدنا نعملو باش نقصو عليها الشدة؟ وش قال الطبيب؟ الطبيب ما فيه الدوش، دروك على حسابه الأمر ديالها راه بين يدين خلقها. وهذا الطبيب اللي حكم عليها بالموت قادر يعرف، ولو كان يشوفوا لها طبيب اخر بالك يفيدها. يوسف يا خويا ما نخلوهاش في هذه الحاله، يلزم نعمل المستحيل باش نشوفوها. سديمة تحدني، عملنا اللي قدرنا عليه في السبيطار، الاطباء استكلفوا بها كما ينبغي باش يشافيوها وينقصوا عليها شده، بصح الله غالب. 15 يوم وهي في السبيطار، وش اللي قدرنا عليها عملناه بلا ما تدبري علينا انتيا وقبل ما تلحقي. انا اعتبر بلي حتى شي ماهو زايد في يمه واللي عملناه قليل، وانا اللي معول على كل شي في خاطرها. يوسف يلا نرفدوها ندوها لكاس السبيطار في الخارج، هذه تكون فيها خساره بلا فايده. همالا كيفاش نخلوها تموت ونبقاو نتفرجوا فيها ويديها مكتفين؟ روحي انتيا همالا ردي فيها الروح وطولي لها العمر، رديها صغيره باش تشطح معاك. شطح معايا؟ واش هذا الكلام مريم؟ واش وصلنا للشطيح؟ بدا بينا كامل ما نطولوش في الكلام، ماشي وقته. يوسف روح شوفي همالا وجيب لنا القضيان، الوقت باش نوجدوا العشاء، واللي جاه عليه البكاء خليه يبكي على روحه. مريم هاد كاري ما نقبلش منك، لا كاش ما في قلبك، يلا فرغ الاسود راني مش درك الصح. ايوا بركه هنا من التواس وانت روحي قالي مع العجوز. يلا هيا مريم تفهم واش نجيب قضيان. جيب اللي حبيت، مصاريف القضيان فهموا عليهم كامل كيما رانا، خود ولا ما كفاوش نزيد. لا سليمة ماهيش مسألة فلوس، ما عندك، رانا محتاجين فلوس ويلزم لنا بزاف الفلوس باش نعيشوكم بيد ما كل واحد يروح في طريقو. علمي يا مريم بلي هنا رانا في دار يما، وما راكي رافدة حتى واحد على ظهرك. يما في اليوم اللي تفكرتيها بلي عندها الدار؟ انا يما عمري ما نسيتها. بركي بركي هذا قريب عام ما شفتكش هنا. مريم كوني عاقلة، ماهوش ممكن سليمة وصالح اللي هما عايشين في الخارج يقسموا رواحهم، نص يبقى لهيه ونص يبعثوه لهنا. علاش عليهم؟ عندهم علماش راهم تاكلين هنا. اوه مريم راكي تبالغي، كل واحد من ولادها قام بواجبه وعمل مجهوده معاها. روح تقضي وخلي الغط على فم البير، المدام شهور كامل خبرها ما ظهرش، ودرك راهي قريب تغرقنا في بحر دموعها على يماها.
يمك يا سليمه يا اختي العزيزه كنت تجي تبكي عليها كي كانت في الفراش هذه مده عوام. ما تديريش عليها سليمه وتهدنوا، خلوا العجوز تجوز وقتها الاخيره في الراحه. غيوره دباك حل من زمان، بعدها موت انت النومنا. واش يوسف نجي معك؟ ما كان لا، ما تخليش هاد الزوج يوصلوها للخشان. كيفاش راك تحسي في روحك؟ يما يما راك تسمعي فينا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ها هو الطبيب أستاذ. تفضل. هنا. المصاريف انا مستعد نخسر ملايين على يما باش تبرع. خليه يخدم خدمته واللي هو قادر عليه راه يعملو. الموت حتى واحد ما يعرف واش وقتها من غير رب العالمين. دكتور لك مازال فيها أمل. الأمل في الحياة ما عندوش حد، بصح على حسب التقارير والفحص الطبي نتاعي العجوز نتاعكم راه عيانة بزاف وما نقدرش نقصوا عليها هاد العيا. ما عندوش دواء؟ دواء راه عند ربي سبحانه. لك يقول السبب يا عبدي وانا نعينك. سالي ما تهدني، أكدتي عليا باش نجيب طبيب، هاني جبته أنا. طلبت الطبيب اللي داويلي يما. هذا الطبيب يعرف الخدمة ديالو واللي هو قادر عليه راه يعملو، يلزمنا نديرو الثقة فيه. أنا اللي غلطة، أنا اللي غلط. لو كان عرفت هكذا ما نشقاش حتى لهنا، نقعد تم وانتم اللي تبعتوها لي للهيه ونستكلف بها كما يلزم. إي بوي دابور سوني با ترو تار. يما يما راني عزمت نديك معايا لفرنسا، تم الأطباء ما يستقنعوش بالأجوبة المكتوب،
يوسف هيا عاوني، هيا عاوني ندعو يوسف. يما ما نسمعش فيك يما. يما يوسف يلا نعملوا تليفون اوروبا اسيستانس يبعثوا لنا طياره. كل شيء سهل، كل شيء سهل يوسف. اسمعي يا مدام، نشكرك على حبك ليماك ونشكرك على المجهودات والاخلاص نتاعك باش تشافيها، بصح من واجبي نقول لك باللي يماك راهي في حاله الموت، وفي الحاله هذه لا اوروبا اسيستانس ولا غيرها ما عاد يفيد والو. ما يكون غير الخير ان شاء الله. يمه. بارك الله فيك دكتور. يما العزيزه خرجها الى يما. يما انا دبي نعيش اللي نهضر فيها يما. يما غادي معنا ما تروحش علينا يا يما العزيزه يا يما. يما يما خلينا معنا يا يما، خلينا تروحي علينا يا يما. لا جوز انا صالح، عقلتيني انا وليدك الثاني. كنتي سميتيني بو تفاحه على خاطر واحد النهار جبت لك تفاحه من الحوش وكليناها في زوج. راكي تابته، راكي تسمعي فيا. زوج الام حنيفه توفى عام 1945، خلى للمسكينة 4 أولاد وبنت. موسى، صالح، يوسف، علال وسليمة. من يوم غياب مول البيت البؤس زاد ثقال على العائلة، ولكن رغم هذا الأم حنيفة عمرها ما ضيعت أمالها في الحياة وما فشلتش في كفاحها ضد المشقة والصعوبات اليومية. عبر الزمن حنيفة خدمت، صبرت للتعب والهانة، سترت أولادها من الجوع وخفت عليهم الهانة، عيشتهم، رباتهم وكبرتهم حتى النهار اللي خرجتهم من الصبيانية وانفتحوا للدنيا. اليوم زوج من أفراد عائلتها موسى وعلال رهم غايبين عن الأسرة. مريم هي زوجة موسى الولد البكر لعائلة حنيفة، كانت ذيك المغبونة يتيمة بلا عائلة، خضتها الأم حنيفة لعائلتها وزوجتها لوليدها. راني جاي. سمحوا لي الخبر دوك نرجع. سلام. روح وتهلا في روحك، ما تنساش برك تبعث لنا شي اللي تقدر عليه، رانا تاكلين عليك. هذه ما كلاش توصيني عليها، الدراهم اللي يكونوا راني نبعثهم لكم، راني مهاجر باش نخدم على العائلة. بارك الله فيك. ما تنساش البلاد ودير في بالك الحالة اللي فيها شعبنا تتغير، وهذا التغيير يكون ولو تسيل عليها ويدان تاع الدم. خلينا من البوليتيك ديالك،
وانت قانا شوف كاش خدمة تعاون بها العجوز. البوليتيك غير منها اللي جينا الخير بها، أما العبد يموت ما إلا يعيش، وحنا رانا معاولين نستعملوها باش ننجحوا ونعيشوا بها. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أيوة تعال خير. سلام. طلع في العائلة ما تخافش، ربي يسهل. صالح من على مدة قليلة راك تسمع بينا. على في ولا مور، وتحيا الجزائر. بصحتهم يا وليدي بصحتهم. شكارة تاع السميد اللي جبتوها لي عجنتها كاع، لازم تجيبوا لي شكارة أخرى. رايحين يجيبوا لك واحدة، كل شيء منظم. هاد القرة اللي راكم تعملوها بفرنسا رايحة تطول بزاف. ما نظنش يا فرنسا ما تقوىوش معانا، نعطو لها طريحة مليحة هكذا نتهناو منها ضربة واحدة. إن شاء الله يا وليدي إن شاء الله، تهلاو في رواحكم وربي يقوي صفوفكم. احنا رانا معولين على الكفاح حتى النجاح، نكافحوا حتى نخرجوا فرنسا من بلادنا. ربي راه معانا يا وليدي، وما يسمحش في الفقراء والمساكين. يوسف مازالوا في البلاد الكبيرة. هذاك فقرايا هبلتو كتب بريا ويقول فيها بلي راه يخدم في تبرنا ياكل ويرقد فيها. ايه مالا خبزها يا قولي، ياك راهو يبعث المصروف. راهو يبعث يكثر خيره، وصالح من اللي راح الغربة ما خلاناش. إلا كملت هكذا لبس يا ولد رد بالك راي مسلح. أنا يلزمني وحدة هكذا. موسى الوقت هيا سهل جيب جيب. ادو معاكم دوك الشكاير بعده. الحمد لله بصحتك.
يما اسمحي لي، نطلب منك السماح على كل ما عملته فيك. يما راك تشوفي فيا اليوم، ياك ما دخلتش في طريق الفساد اللي كنت خايفه منه، كونت بيت حلالي مع جمال، ومعاه كونت عائله شريفه وطاهره، عندي بنات واولاد مربيين في الطاعه والدين. يما تعرفي بلي كنت غلطه فيا، راني عارفه بلي قابحتك بشده وبلي زعفتي عليا بزاف. يما يما اسمحي لي، يما اسمحي لي يا يما، اسمحي لي اسمحي لي يا يما. خلاص هم عطاوك. شوفي يلا حنيفة، إن شاء الله ربي يوفق بيناتنا. إن شاء الله اللي كتب ربي في الجبين ما ينحيوه اليدين. بالسلامة. الله يزين سعدهم ربي يصلح حالها من الصيف. الله يفتح عليك. الله خير. وش دير عنا الزهر؟ تطلع علينا ومن غير هذا راهي متمنية حاجة، ربي يوفقها ويساعد المؤمنين. ما عندكش حق يا ما تصرفي بحياتي بلا ما تشاوريني، مراني صغيره ونرضع في صوابعي. الحليب ديال صدري مازال فيه فمك، والبول ديالك مازال في حجري. قدرك ربي واحد العداريه تبقى بحيني وتطولي لسانك عليا. واش تعرفي في هاد الدنيا؟ البارح برك خرجتي من كرشي، منين جاتك هاد الفهمه اللي راكي تزوخي بها؟ خليني نشرب دمها وناكل نعمها. خليني اتهدني يما اتهدني، ما قاتلكش كلام اللي وصل للزعاف. انت تاني راك من جهتها تفهمته كامل على راسي، والله وبالكفاره وصيام العام ما تجوز واحد كلمتو عليا ما دامني حيه في هاد الدار. احنا كامل هنا في هاد الدار محتارمينك يا يما، بصح يلزم شويه. واش يلزم شويه؟ تقبل التعذير ديالها؟ لا لا يما، اللي حبيت نقول ديري ربي والنبي في قلبك. انا ربي والنبي دايما في قلبي، ما راني واقفه وشده غير بيهم. ايه درك قلبوني جاهله وكافره. لا لا يا يما، ما قلناش انت جاهله وكافره، حاشا لله. اللي حبيت نقول باللي سليمه عندها شويه حق، على خاطر عندها شويه راي في زواجها يا يما. واش تعرف باش يكون عندها راي؟ الزواج نتاعها انا اللي مستكلفه به، هي بنتي وزواجها انا المسؤوله عليه. يما انا ما رانيش عايشه باش تبيعيني وتشير فيها كيما يهرك. لا يا يما، زواجي انا الاولى المعنيه به وعندي راي فيه. وانا نقول لك ونعاود لك باللي في هاد الدار من نهار مات باباك انا هي مولات الراي، وزواجك حتى واحد من غيري انا ما عنده راي فيه. ونعلمك باللي راني عطيتك لدار الله صخور، ناس ما عندنا ما نقولوا فيهم، وعائله بالشان والطبع، وليدهم ما عندنا ما نخيروا عليه. نهار الجمعة راهم جايين باش نقطعوا الشرط. الحليب ديال صدري مازال في فمك، والبول ديالك مازال في حجري. قدرك ربي يا واحد العدارية قبحيني وتطولي لسانك عليا. ها واش تعرفي انت في هاد الدنيا؟ البارح برك خرجتي من كرشي، منين جاتك هاد الفهمة اللي راكي تزوخي بها؟ قولي لي، خليوني نشرب دمها وناكل لحمها. اللي تعلم
النهار اللي يفيقوا بها العسكر باللي راهي تعجننا راهم يتبعوها بلا ما يكون على بالها حتى توصلهم لهنا لعندنا. خليهم يتبعوها رانا نلاقيهم كيما يلزم. خف خف قلب كان يوقف بيها. واش خليتها؟ واش حبوا عندنا؟ سحساوني وجيت نعمل في البلاد ولا راني معاون نقعد هنا. واش قلت لهم؟ جاوبتهم وسقساوني على موسى اللي راني نتلاقى به. ايه واش قلت لهم؟ قلت لهم باللي انا وياه كل واحد في طريق وهذه مده ما شفته ما شافني. ما هل داروا من فمك ورماه؟ وعلاش؟ جبها قالت لي الدخان ممنوع. وانت كلفوك تطبق الاوامر. انا راني نصيبو يتكيف وكاين ما نحيش القارو من فمو راني نعملو التاويل باش يقطعوا له من اخره. صح انا اخوك تهلا فيا. ها ما تخافش انت اليوم راك مسامح على خاطر ما على بالكش براني بصح رد بالك تعاود. واش بغيت تشد انا راك فيها؟ او ما عقلتهمش هذو هما الحوايج اللي جبتهم لي. راك لابسهم كي بوغروس. هو خاطيك لا سيفيليزاسيون يا خو. اي اي انا عم بالي كي هجرت البلاد باش تخدم معنا شرك وشرنا. يما لا لما شرحت من الدار باش نزهى ونتمتع. واش تقولوا فيا؟ خليتكم نسيتكم ما بعثتلكمش الدراهم كامل اللي راني صور راني نبعثهم لكم. ما نخلي عندي غير القليل باش نقوت بها الروح. اي كثر خيرك ربي يعطيك صحتك. مريم اش هذي؟ واش تقولي فيها؟ نجيت الإعانة ما عندنا ما نقولوا. احنا ما رانا عايشين هنا غير بالدراهم اللي تبعتهم لهي. اما لا واش بها زعفانة عليا؟ على بالي بسبب زعفها عليا ولكن هاد الشيء ماهوش في محله. الشيء اللي راه مغبنها هو زواجك مع هادي. على بالي باللي الدعوة راه يتم. تعرفوا الخبزة اللي راكم تاكلوا انتم هنا وانا لهيه بفضلها هي. بو كيفاش؟ شكون اللي هو يخدم على العيلة انت ولا هي؟ مريم المسألة ما راهيش سهلة ليه. ناس بلادها شايفيننا كي الغنم ما عطينا حتى قيمة. انا نهار اللي وصلت لتما عندي ما حملت من البخصات من الجوع من الهانة حتى نهار اللي تلاقيت بوالدين هاد المرأة هما اللي فتحوا لي باب الرحمة. او كيفاش
إيه ما لبس ترد لهم خيرهم تزوجت مع بنتهم. ما تمسي في النعمة. نوضي نوضي نوضي. سالا ta mère ne me laisse toucher à rien, pourtant je voudrais bien l'aider. Assieds-toi Simone, assieds-toi, ne t'occupe pas. عندي لكم الفتيل خصكم غير الفتيل. عملت قصرة طويلة مع وليدك رضا، ولد يظهر باللي راه مطلع بزاف على شؤون البلاد وكما ينبغي. يجوز وقته في المطالعة ديال الجرايد ويظل يبحث على كل ما يقال على البلاد. والله اللي غرقني تكلمنا على شي حوادث وقعت هنا في البلاد اللي أنا مانيش مطالع عليها مليح، وعطاني عليها نظريات تحير. ولد مخلص الحمد لله، ولد صالح ومتمسك بزاف بالدين. عندك الحق، تكلم لي على الإسلام، على الحضارة الإسلامية كما تكون في الدين والتاريخ. راه ناوي في قرايته يتخصص في علوم الدين والتاريخ. ربي نجح إن شاء الله. أنا كي بداية فلسفة عليا عندي الراحي كلي ما ديش أنا. على كل حال يا أخويا صالح، الهجرة ما نساتك لا في دينك ولا في وطنك. سوشتي الله يرحمها. الله يرحمها، ماتت مسلمة وشهد على لسانها. ولادي وبناتي متمسكين بزاف ببلادهم الأصلية وشادين في دينهم الإسلامي. من هذا الجانب أنا قمت بواجبي الحمد لله، نحمد ونشكر على الإرادة اللي أعطاها لي، وهكذا راني مهني مع ضميري الحمد لله. اسمعني سي كمال، قوتوا روحكم شوية، الماكلة راهي واجدة. صح صح، القلب ما راهش الماكلة. كاش غير العجوز؟ العمر مازالت لاصقة فيها، والعجوزة ما تلقاهاش. انت اللي يقول لك كلمة تهجمي عليه بويدان تاع كلام. ربي عطاني لسان باش نتكلم وندافع على روحي، واللي قرب ليا والله ما يسلك مني. الله يعطيك الموس يقطعو لك طرف طرف. داك الموس يسبق فيك يفتح لك به صدرك ويجبد منه قلبك هذاك الكحل اللي انا ماذا بيا نشويه وناكلو. تاكلي راسك كون جيتي تحشمي على روحك، والله ما تكلمي هكذا ولا تحلي فمك. تاخدي شوكه وتغميها، في هاد الدار ما عندك حتى حق غير ديك اللقمه اللي راكي تاكلي فيها. بو عليك بو، هاد الدار عندي حق فيها من ساسها لراسها. وديري في بالك باللي انا ما جابونيش ليها باش نكون فيها خديمه كيما انتي. روحي روحي ضربي النشاف خير ما تشوفك مولاتك مكسله تجيك عليا. انا خديمه، انا نضرب النشاف. اسنى نوري لك همالك، اسنى نوري لك. ارجعي لورا يا ناقه، ارجعي لورا ولا ما كانش والله غير نزين لك دمك ونشربو. يا يما هاد المهبوله هاد العيدار يا حبت تقتلني. واش بيك بنتي يا طفله؟ يا ناقه تسلكوني منها. اش بك يا طفله بنتي؟ ولا غير هادي مليحه كي عندنا نجبدوا الموس، والله غير حلوه. غير دبري عليها تختي جورتي، ولا ما كانش والله غير ديها عمرها. الله لا يوصلك الى تدي لها عمرها. واش هو هاد الحقد وهاد البغض؟ على خاطر هي دائما لاصقه في جلالي ولا تبيه، وانا وصيتكم ولا جرى الدم في هاد الدار هي سبابه. هيا بركي بركي ما تهدي عليها، احشمي شويه، هي الكبيره في هاد الدار. في هاد الدار ما عندها حتى حق زياده عليا، انا مرت وليدك وهي كانا، وانا ما رانيش انا باش نكون خديمه عليها. حبت تاكلني على خاطر طلبت منها تستكلف بالفطور. ان شاء الله حدود ياكل لحمك يا واحد الكذابه. انا مانيش عند زانة على الفطور، خدمتي نعرفها وما رانيش هربانه منها. اسمعي يا ماما، جات لي دفعتني من كتفي وقالت لي شمري شويه على كتافك وروحي نقي البيت، الراحه راهي خامجه. قلت لها بلي ولادك هما اللي خمجوها. قالت لي الزبل نتاع ولادي خير من وجهك. هذا كلام يا ماما؟ ايه كلام وكلام وكلام، ولا ما عجبكش الحال
تتقشاه كيف كيف. يا مريم يا بنتي قلت لك ما تعنديهاش، ما راهيش في عقلها. ياه عقلي راه لاباس عليه، راني عرفت الحقيقه. انا هنا ما رانيش في داري، وهذا الدار راني نسمح لكم. شو المهبوله هذه العيداريه هذه؟ شوفي انا اللي دخلتها لداري. وراكي رايحه هاي رفدا الموس مازالو في يدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وراكي رايحه يا طفله، وراكي رايحه. رايحه دار بابا ويما، وكي يلحق وليدك يا الحنيفه قولي له يلحق لي الدم، واذا ما جاش لا لا يردوا. يا يما يا يما الله لا يردك انت ان شاء الله. هادي مباص يا هادي. مالك لا تغرب القهوه الماكله تقول شي راكي في عرس. بو سليمه الناس راهم سهرانين معانا نخلوهم ضايعين. رانا في وقت حزن، حتى واحد ما راهلاتي بالماكله والقهوه ديالك. واش هاد العياط راكم معاولين نديرونا تبهدل قدام الناس ولا واش؟ شنو احنا في عادتنا هكذا نعملوا الضيف اللي يكون عندنا لازم نوكلوه ونشربوه. بركاي بركاي يما راهي تموت، انت قاعده تقفزك اللي راكي في عرس. سليمه روحي تبكي على يماك وفرغي المزود، وانا بعدين خليني نخدم شغلي لحمالديك. يا بابا ما عندكش قرام حنان في قلبك على هذيك المغبونه مسكينه تهضر عليها كلي راكي تهضر على هايشه اللي راح تكون ضحيه. انا نقول لك الصح يا سليمه يا اختي، في هاد العين ما بقات ليش حتى قطره نتاع الدموع اللي كانت فيها خرجت، هذو عوام وانا نبكي. انت عندك الحق، قلبك راه معمر على يمك، روحي تفرغيه. ودروخ ما تسكتوش علينا يا سي يوسف اللي في قلبي انا راني غلق عليه. شوف مع اختك اللي حبت تجهل راهي تقول باللي خلينا يمها تموت وباللي سمحنا فيها وما تهليناش فيها وزيد وزيد في هذا الامر. انا متفاهمين وقلنا باللي كل واحد قام بواجبه والحمد لله. لا حتى واحد ما قام بالواجب كما يلزم، وعلى هذا اللي انا ماذا بيا كل واحد يحكم لسانه بالخصوص هذه. من اللي لحقته هي هكذا عندي ما سمحت معاني وتنهيت. ايه مالك على بالك بالحاله اللي راني فيها؟ ما تزيدش تخلط فيا يرحم والدك. انا في هذا الدار من زماني خدمتكم، خلوني نخدم خدمتي ونبي صلينا عليه. ما راكيش خدمه هنا في هذا الدار يا اختي مريم، انت مولاتها. ماليها الحقيقيين هما نتوما وهذيك اللي راهي تلقف له. هذا كامل لخاطر عشتي معها وحدك هاد العوام الاخيره. مريم هذا الموضوع تكلمنا عليه انا وياك ورانا متفاهمين عليه، وعلاش نبقاو نعاودوا في الكلام وندوسوا قدام الناس وفي مناسبة اللي ما تليقش؟ روحي سليمة روحي، شغلك راه بقرب العجوز، وخلي مريم تخدم خدمتها، ما راهي محتاجة في نصايح حتى واحد. يلا هيا. كامل هنا في هذا الدار رانا مستعرفين بالخير اللي عملتي في إيمانا، وحتى واحد ما ينكر هذا. وعلاش اليوم اللي وصلت الحالة نهايتها عزمتي تسودي المنظر وتريبي شي لبنيتيه؟ خلي الحالة كيما راهي واللي في القلب يبقى فيه بلا ما نخلطه ونجلطه. اتهدني يا مريم اتهدني وكوني عاقلة يرحم والديك. هاي صلاح
سلامتك سليمه يما. وانا راه يما. يما يما العزيزه يا يما يا يما يا يما حنوتي يا يما. واش هاد المصيبه اللي طاحت علينا يا يما يا يما يا يما؟ وصلت على العزيز يا يما. وصلت الدريع يا يما العزيز. وصلت الدريع يا يما 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 العزيز يا يما. طاكسي مدام اللي جبتها خلات الباليزة في طاكسي ومازال ما خلصتنيش الكرسي. خالتي مريم واش حبيت وليدي؟ طاكسي راه جا. صح والحق. خلي استنى. يا يما انا ما نبي من ما نزغتش. كون جيت في غرضي العيشة هنا عند رجليك. بصح على غالب الولاد راهم يستناو فيا والراجل راه وحده. يا مريم يا اختي راني تاكلي عليك وعلى ربي، وانا اللي في يدي راهو ليك. هذا هو المكتوب يا العجوز، كل واحد وين كتب له ربي الخبزه نتاعو. حنا كتبها لنا في الغربة. يما لو كان خديت وراي نرفض قشك ونديك معايا لليه. وليه واش يزيد فيها بالحارات؟ زيد شغلها على كتافك وانتي يا ربي تكفي بيتك. على كل حال يا اختي مريم رانا متفاهمين، الحاجة اللي تحتاجيها تصيبيها عندي. يوسف متفاهمين؟ متفاهمين وما يكون غير الخير ان شاء الله. يلا الطاكسي راهي تستنى. هيا نخلو العجوز تريح شوية. سليمة هذه قريب جمعة وانتي هنا فيها بركة، كي انتي كي صالح العائلة ديالكم راهم يستناو فيكم. يلا يما. يا يما انا راني رايحة بصح قلبي يبقى هنا معاك. طريق السلامة بنتي، طريق السلامة. ربي يجيب الشفاء يا العجوز ويخفف عليك الشدة. امين. هاي بقى على السلامة. طريق السلامة وسلموا عليهم. يا بنتي يلا سليمة الطاكسي راهي تستنى. نوض سليمة، هيا نوض الطاكسي راهي تستنى. مالا مريم هاي على خير؟ وتهلاي في العجوز. ما تخممش هاي روحوا بسلامة. مريم روحي بسلامة. نبدلك مريم اعطيني بنتي كاس ما راني عطشت. تشربي بزاف على هذا اللي الفراش ديما مشمخ. الله يجعلني ما ناكل ما نشرب هكذا ما يتشمخ الفراش ما نوسخ. صح.
علاش؟ خليني نبكي، خليني نبكي على صادي، لا يعطيني الموت، لا يعطيني الموت هكذا الدنيا. ونهنيكم في يدنا بالحاره نعملوا الشيء اللي نقدروا عليه باش يخفف عليك الشده. عطيك الصحه يا مريم، راني عارفه المجهود اللي راكي قايمه به. سمحي لي كثرت عليك، ساعات لساني يغلبني ما نعرفش واش نهضر. لا اله الا الله محمد رسول الله، يا ربي غيثني فعليا شدة وسهل لي الموت يا ربي. ما نشعرف علاش ما تحافظ علي وقت معك حلالي سليم. راني مستعد نستعمل كل وسائل باش نقنعها. راني متحقة بلي ما تقابل والديك كما يلزم.
راني تفاهمت مع خويا يوسف، هو راه من جهتي 100% وغير هو اللي قادر يرجعها للسوق. اما لك ما تفهمنا، رامي جوا ديا يخطبوك والله يجيبها في السوق. بصح ما نخبيش عليك بلي راني خايف. خايف ما تهضرش بيا. سليمة، لو كان ما تقبلش زواجنا؟ لا صافية كلوا راه قدامكم تحاسبكم. يكثر خيركم، ناكلوا في الفرح ان شاء الله. لا صافية كل شيء بالمكتوب، الا ربي ما كتبش حاجة ما تكونش ابدا. عندك الحق فيها، كل شيء بالمكتوب. قول لا صافية كلوا الخير راه قدامكم يحاسبكم نهار اخر ان شاء الله. واش وقيله ما قبلتهمش؟ ما جاوهاش على قلبها، وليدهم ما عجبهاش. وعلاش؟ هي راح تاخذه؟ قالت بلي عطات الكلمه لعائله اخرى وما ترجعش عليها ابدا، ولو تقطع لسانها. كيفاش تعطي كلمتها بلا ما تشاورني؟ وانا كلمتي ما عندهاش قيمة بالخصوص في زواجي. ايه احنا نروحوا، الله يلاقينا في ساعة الخير ان شاء الله. ان شاء الله، راك سلامة. اما لا تبقاي عليها يا حنيفة. بالسلامة. هيا مشو ينسى. لا صفية ما تديريش على خاطرك، كل شيء بالمكتوب. هيا بقاو على خير. نبقاو على خير. سلام. اوف يما طريق السد اللي تدي ما ترد. احنا يا بنتي من عادتنا كي نعطيو الكلمه ما نرجعوش عليها. هاد الناس ما عندي ما نقول فيهم، بصح لها غالب قلت لهم باللي راكي معطيه وصلت على النبي. وهذا شكون اللي عطاني؟ انا اللي عطيتك، عطاتك يماك، انا اللي مسؤوله عليك، وانا اللي ولدتك ومسؤوله على زواجك. يما زيد نكرر لك باللي في امر زواجي انا اللي مسؤوله عليه، ما نخليكش تعطيني لمن حبيتي ولا وتروح عمري. ما حنتاكم تسمحوا هكذا تجاوبيني يا وحده العداريه؟ نخنقك وندبحك ونشرب دمك. شربي دمي، ادبحيني، كولي لحمي. بصح هاد الزواج اللي راكي معوله طلقيني بيه ما نقبلوش ابدا. راكم تسمعوا، هذه هي واش قاسيت حنيفه؟ هذا واش قاسات؟ هكذا تجاوبيني يا وحده العداريه؟ هكذا ماشي تقول دوك ندبحها ولا نخنقها واش ما ندير فيها؟ استناني خليني برد قلبي. استناني يما الله يرحمك. هكذا هكذا ربيتها عليا، هكذا هكذا ربيتها، هكذا هكذا ربيتها. خليني بسرعه، خليني بسرعه. ريحي خليني ما بركات تهدني ما بركات. خلاص يما، انا على الشيطان. شنو هذا بنات خير الزمان؟ بصح انا اللي حليت لها العين، انا اللي خليت لها تخرج زعما باش تخدم على شرها وعلى شرنا. في عطلتها بخدمتها لالا تروح للبيرو باش تخالط. الناس اللي جاوا خطبوها بالطبع تعيش في الهنا معاهم، بصح هي لالا تبعني في هذاك اللي يخدم معاها. جايحه وما تعرفش صلاحها. ما الناس الكاميرا ما تسمع فينا. Yeah.
بيزي الساعة العين والحاجة ديال الساعة. مع جمال كونت بيت وعشت معاه حياة سعيدة. عندنا يوم زوج ولاد وبنت، وديك البنت تقديرا ليك جمال اسمها حنيفة كيما انتي. يما يما سمحيلي يا يما. الليل سكين انا واحد الكلمه ما ايش واضحه ما فهمتهاش. كل شيء كتبها برجلي هاد البريه يكون كتبها في الظلمه. لا يعطيك موت، انا نروح نعمر الماء. روحي بنتي روحي. ما يسود سعدك انت وقايدك. صح خلاص راني فهمت. راهو يقول لا بلي لا راكي قابله نروح لعنده باش نعيش تما ونخدم. هكذاك نبعثوا لك دراهم انا وياه، وانت هنايا ما يخصك والو. ها ايه جاوبوا قولوا باللي راني قابله. روحوا كامل عليا الله لا يردكم. واش يحكي تاني؟ هنا راه يقول باللي راح يجي لهنا لخاطر باش هذيك المره اللي خداها تم تكوشي هنا في الدار. بصح الكلمة تاع تكوشي ماهيش واضحة ما فهمتهاش. كلش واضح سيدي، راح لتم باش يخدم اسع ولا لي في زهو الدنيا. صح ربي الراجل اللي ولدته من كرشي تديهولي تشكيطة. والله والله غير هادي اللي ما نسمحهالوش طول عمري. شحال في عمرك رضا؟ في عمري 22 سنة. أنا الابن الصغير تاع العائلة. أخويا الكبير درك في عمره 35 سنة. بعده جوزوش الكورة ومن بعد جات بنت. حتى لحقت أنا. على بالك بلي أخوك الكبير اللي راه اليوم داخل في 35 سنة نزاد في البلاد؟ في هذاك الوقت كنا ساكنين في القرية ديالنا قبل الاستقلال. سيمون يماه كانت بالحق، وانا درت حسابي باش الولادة تكون هنا في البلاد في القرية نتاعنا في وسط العائلة وقرب العجوز. جبت المرأة وجينا تجوزنا 3 شهور.
كانت الحالة صعبة في البلاد، كان حرب التحرير انتشر عبر الوطن كله. مبروك عليك يا مدام، مبروك عليك. كتر خيركم مردكم، شو الفرح ان شاء الله. مبروك يا باديكم، شقيناكم وسمعونا. حاولي هنا ان شاء الله. كتر خيركم، مبروك عليك. دعقوا باليكم، كتر خيركم، سمحونا. مشكل مشكل. شوف وليدك، المرا كانت تولد لهيه وانت كنت تقاقي هنا. كاش راهي راهي لاباس عليها. احنا في عادتنا كي تعود المرا تولد الراجل يروح للقهوه يستنى حتى تفرع، وانت راك تضرب لي في الخطوات رايح ما جينا قدام البيت. روح تشوف وليدك، روح. مبروك عليك يا وليدي. الله يبارك فيك. صافا؟ Ça va, ça n'a pas été facile, mais ça va maintenant. C'est un garçon. Regarde comme il est beau, il te ressemble. Ça va mieux, hein? Oui, la coucheuse a été formidable. Tu sais, elle n'a pas fait des études, mais elle se débrouille très bien. Tant mieux que ça s'est bien passé. Parce que quand tu es mis tout à l'heure, j'ai eu peur. Oh, il fallait pas. Ça s'est bien passé. Oh, si. C'est fini maintenant. C'est terminé. Tant mieux. راي تقول بلي تعرف خدمتها كيما يلزم. تعرف خدمتها؟ بوه، هنا في بلادنا هي قريب اللي ولدت النساء ديالنا كامل. مدام ما تشاتشو كومسا غير صالح اللي نخلع، حسبنا ما نعرفو والو. هاي فرات يا صالح، تهني افرح وزهب وليدك. الحمد لله اللي خرجت سلامت. هكاك يا طلحق. هاي قاي على خير المدام. قاي على خير. قاي على خير يا العجوز، يعطيك الصحة. مبروك عليك. الصحة. يعقب الزواج. Je m'excuse de t'avoir imposé cette accoucheuse de village. Oh, tu sais, elle m'a beaucoup aidé. Je le fais, c'est pour faire plaisir à ma mère. Mais lorsque tu gémissais, j'étais mort d'inquiétude. Et j'ai regretté de n'avoir pas fait venir une vraie sage-femme. Oh, tout s'est bien passé. Oui. Voilà. وليدك يشبه لك. شوف ناخرو كي من اخرك. كيفاش تسماه؟ هذه خليوها ليما، هي تصيب له الاسم اللي واتيه. يما سيبي لنا اسم المزيون، اسم اللي واتيه. هذه يا وليدي شغل باباه ويماه، سقسيهم بالك لقاو له كاش اسم ديال بلادها. هذه ما نقبلهاش ابدا يا يما. انا جبتها للبلاد باش تولد هنا في دارنا، وليدي نحب يكون عنده اسم نتاع بلادنا نتاعنا. هذه الا دخلت فيها روحي ربي يسخطني. Qu'est-ce qu'elle a la mémé, elle n'est pas contente. واش ضحكك؟ فكرت العجوز وسيمون. Mais qu'est-ce qu'elle fait à mon fils? Sala, dis-lui de le laisser tranquille. Elle est en train de le momifier. Oh, ne t'inquiète pas. C'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est très bien pour le bébé. Moi aussi, quand j'étais bébé, on m'a fait comme ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle lui met sur la tête? Haki wlidki ya madame. Ghir huma li ya'rfou.
انا يا مدام ربيت 5 متاتشو، شوفيهم راهم كي السبوعه، وهاد البز ديالك غير نقربوا ليه تبدا يتترعدي وخايفه، تقول عمرنا ما شفنا مزيود ولا ما نعرفوا لهمش. 5 يا مدام خرجوا من هاد الكرش، 5 ربيتهم وكبرتهم والحمد لله. Qu'est-ce qu'elle lui a mis sur la tête? Oh, c'est une pâte. C'est pour accélérer la fermeture de la fontanelle. C'est rien. Tu crois que ça va lui faire du bien? Bien sûr. C'est comme ça qu'il faut faire? Bien sûr. صحة صالح، واش راك؟ هذه غيبة. طاهر، هذا انت؟ واش علاه؟ يا اخي حتى حد ما رد باله ليك. راه ديما تخممش عليها. واش راهي لاجس؟ لاباس لاباس. لاباس لاباس. الحمد لله. وموسى وين راه؟ راهي مزيود ضايع. قالوا لي بلي عطيتو له اسم الشيخ رمضان. حاجه مليحه. وانت واش حوالك؟ راني ثابت نالي تفارقنا باش نحبط للمرصى ناخذ البابور. قلت لي بلي عن قريب رايحه تشعل في بلادنا. راني نشوف بلي راكم شعلتوها. شعلناها ومازال نسفو على النهار حتى نحرقوا كل شيء والا نجحوا ونبلغوا مرادنا. هكذا وليدك رمضان وجميع اولاد البلاد يعيشوا في الحريه والاستقلال. راني متاسف لما رانيش معاكم. Mais ça là tu es fou, tu veux rester ici et moi je rentre à la maison avec le gosse. Mon devoir est ici Simon. Rentre à la maison et attends-moi là-bas. Mais que va dire papa? Tu sais qu'il compte sur toi pour diriger l'atelier. Il te l'a dit et tu as accepté de t'en occuper. Il est vieux, il est malade, il risque de mourir du jour au lendemain. Et qui est-ce qui va s'occuper de tout cela? Salah, tarjim li wach ray tqoul. Ay talba minou ma yqoutch ana, yrouh ma3aha. Eh ma3loum, hiya hada huwa maqsoudha. Yismah fi l3aila dialo w yrouh ma3aha. W kan yqoud ana, chkoun li yخدم علينا? L5 bid rabbi huwa li yعطي huwa li ynahi. يا العجوز، الكره اللي راه في قلبك عليها نسك حتى في الخبز اللي راكي تاكلي فيه. وعلاه؟ الخبز اللي رانا ناكلو فيه هي اللي راهي تخدم علينا. انا عم بالي انت وهي واش تكون؟ راك شرفتها كي دخلتها لدارنا. لو كان ما بلاكش ربي بيها كنت انا نزوجك هنا، نجيب لك عذره خير منها 100 مخطره. السكتي السكتي، ما على بالك بوالو، انت راكي عايشه في الدنيا كي الهيشه. كيفاش؟ كي الهيشة؟ هكذا يا صالح تكلم مع يمك اللي ولدتك ورباتك؟ أنا عارفة، عارفة الراجل اللي ولدته وضيعته. يما يما اسمحي لي اسمحي لي، لساني تغلب عليا. عيبتك ما توسنيش. بصح هاد الشيطانة اللي داتلك عقلك ربي يشفيك منها وربي يخرج حقنا منها. واذا كان عند بالك هذاك شادي اللي ولدته تشرينا بها راك غلط. بركة ربي والنبي ما تسعدي ما تفرحي به. يما تهتني وعليا. Mais qu'est-ce qu'elle a cela? Pourquoi est-elle en colère? Dis-moi. جوز أسبوع في حيرة كبيرة، نتسأل إلى نقعد في البلاد وندخل في صفوف الخوة ولا نرجع لخدمتي في فرنسا. ما صبش جواب لسؤالي حتى النهار اللي قابلت الشيخ علاوة الشيخ القرية. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء
مدة قليلة الحرب رايحة تنتشر عبر الوطن كله. الشعب الجزائري كله راح يشارك في الثورة، ولكن العدو الاستعماري ما يسمعش في حقه، راح يكون رد فعله قوي شديد ولا راح يقتل يحرق يخرب يسجن ويعذب بوحشية اللي ما عندها حتى مثيل في تاريخ الإنسانية. نجرية كبيرة في المهجر، يلحق وقت وين حتى هي تدخل في المعركة بكل ما في يدها من إمكانيات، ومشاركة جاليتنا في المهجر راح يكون عندها رد فعل قوي، وبلا شك رايحة حتى هي تعيش ظروف قاسية وصعبة. ورغم هذا ثم كاين كذلك كثير من إخواننا اللي يدخلوا في المعركة، ونشاطهم النضالي راح يزعزع القوة الاستعمارية في أعماقها. أنت ثم تقدر تشارك في كفاح شعبنا من أجل حريته وسيادته وكرامته. أي رمضان رمضان سلم على جدتك. ها خموس عليها وليدي خموس عليها. S'il vous plaît. Madame est votre épouse? Oui, oui, oui. Ça, c'est mon bébé. Je retourne en France. J'ai mon travail là-bas qui m'attend. Ça va, chef? Y a pas de problème? Bon retour en métropole. Merci, chef, merci. Vous faites bien de quitter ce sale bled, va. Ici, il y a trop de voyous. Allez, bonne route! بالتحرير الوضعية ديال العائلة ديالك بلا شك كانت قاسية. ايه تمزلنا المكتوب. نعرف بلي سيمون تعذبت بزاف، والعجوز ديالنا كانت دايما قبيحة معها، وعمرها ما قبلتها كزوجة لوليدها.
هذا شيء طبيعي عند الأمهات. ماذا بهم ولادهم يبقوا دائما تحت يدهم وفي حمايتهم ولو هما بلحية بيضة. أنا راني فريتها لعيونك باش أنا وياك نصيبوا راحتنا، هي تبقى في دارها وأنا نبقى في داري. هكذا أنا وياها ما نشوفوا جن ما نسميو منه. اتقي الله يا زبيدة، مسكينة راه في حالة الموت. حالة الموت اجعل الأقل طلع عليها. هادي دير في بالك باللي ما تموت حتى نهار اللي تاكلنا كامل غصاننا. على كل حال في الفراشة وفي حالة خطيرة خطيرة. غير ما تخافش علي يماك، هادي كي تعمل بروحها تموت غير باش تمهبل علينا. ديري شوية رحمة في قلبك، لو كان ما تطلش عليها اش يقولوا الناس ها، وبالخصوص الناس العائلة ديالنا. أنا ياك راني حلفت ما نروح ليها ما نشوفها ما نسمعها، كل واحد يبقى في حدو ولا تبع عمره، والنبي صلى الله عليه. غير انتي، غير انتي اللي ما رانيش تاكل عليك. روحي روحي تلاقي بالبودوري والحماير ديالك. يما واش هاد الكلام؟ زبيدة جات طلع عليك راكي تقبعي فيها. ماذا بيا حتى واحد ما يجي يطلع عليا. روح روحوا تلهوا بشغالكم وخليوني نموت. الموت سهلة، خمي شكون اللي نطفك في حياتك؟ انتي راكي نص بنادم في الفراش ولسانك يقطع ويرمي في السم. بعدي بعدي عليا، انتي ما رانيش حطتك في الحساب، ولو كان دود ياكلني ما خليكش تقربي ليا. غير هادي اللي نوافقك عليها، راني رايحة والله ما تزيدي تشوفي وجهي، وراني نحلف قدام بنتك وولادك والله والله حتى تفينا ديالك ما نحضر لها. تفينا ديالي ما يقدركش ربي باش تحضري لها، ان شاء الله انا اللي نحضر لتفينا ديالك. في راسك لا، واش هذا الكلام؟ على راسك وفي راسك. يوسف هيا الحقني ولا غاتك يماك، ابقى وحدك معاها. روح روح الحقها، روح روح الحقها، ابعدني روح الحقها. يا عجوز هدني روحك شوية، هدني روحك. يما يما وش الكلام؟ حد راه عقلك يا يما. الفايدة فيك زبيدة، ما زلنا صغار وعلى حسب طبيب الحمد لله اللي سلكتي انتي. مزيود كان أجله الحق قبل ما يخرج من بطنك وقريب كان يديك معاه. زبيدة وانا تلقينا صعوبات في ميدان الولادة، هي بالخصوص كانت متشوقة في ولادة ومتمنية بيتنا يتنور بحضور صبي. لهذا الغرض عملنا كل ما في استطاعتنا من علاج باش نبلغوا هذا المراد. كانت المعالجة مستمرة وطويلة دامت أعوام، في بعض الأحيان نحس قلبنا مملوء بالأمل وأحيان أخرى بيأس كبير، حتى في يوم اللي الأطباء فتحونا أبواب الأمل وفرحونا بالبشارة اللي كنا نستنوا فيها بشوق. لك ربي ما كتبش، وطبيب المعالج اللي كان قريب يفتح لنا باب السعادة زاد في غبينتنا بحيث أكد علينا باللي زبيدة ما تزيش ترفض حمل آخر بعد هذا. هذه كان من دعوي يماك، هي اللي دعت لي بدعوة الشر ودعوتها راها بلغت. ماك تصيب غرضك، خوك صالح يلقى لك الخدمة مليحة تربح فيها الدراهم بزاف، بالك تصرفهم ابعدهم اللي نطمهم لك، هكذا نزوجك وندير لك بيت. واش بيك؟ راك تسمع فيا؟
راك سمع شاني نقول لك. خلاص راني سمعت كلش، نخدم نبعث لك الدراهم وتزوجيني. الزواج هذه ما فاتتش عليك، سمعوها ودنيك. ما مازال صغير باش نزوج. مازالك صغير وانت عند بالك حنزوجك الجمعه الجايه يا واحد الطماع. يلزمك تخدم وتطم الدراهم ومن على عامين ولا ثلاثه نزوجك ان شاء الله. ان شاء الله يوسف ويستنى فيك باش يركبك في البابور. رد بالك لا تودر الكواخت والسوارد اللي مديت لك. ما تخافش ما تخافش. هاي امشي. عللت هلا في روحك وما تنساش تسلم لي على اخوك. هاي روح بالسلام. تهلا في روحك. عللت هلا في روحك وما تنساش تسلم لي على اخوك. هاي روح بالسلام. Oh.
شرك فين تروح لفرنسا؟ طلعت للجبل. أجوز سمحي عملت مليح يا ليدي عملت مليح كما يقول خوك موسى. هاد الوحوش طيحوا علينا الدل سلطوا علينا الميزيرية ما ينفع معاهم غير السلاح. أجوز هم يحوسوا على خويا موسى عذبونا باش نقولوا لهم وين راه خليهم يغيطوا بصح انا لو كان يقطعوني الحمي طراف طراف ما نقول لهم وين راه طاقر تبا تاوي فات مو سورتي خسيت راكاي chez toi. Va faire un couscous à ton fils. جعل تسمح لي
ماما انا وياك عمرنا ما كنا متفاهمين، والخلاف اللي كان بيناتنا كان جاي شويه منك ومني. الله يجعل تسمحي لي، اسمحي لي، الله يغفر ذنوبك وذنوبي. يا اما يا اما اما عزيزه، يا اما يا اما عنود على صراط علينا، يا اما يا اما عزيزه يا اما. حين يتوفى انسان مولى سن كبير يظهر كل فترة كبيرة من الزمان تروح معه.